أهلا قد صحيكم من جديد مشاهدينا في كل مكان. أنا إيمان حداد. يعيش في إسرائيل أكثر من 17,000 مصري، منهم من يحملون الجنسية الإسرائيلية بحكم زواجهم من فلسطينيات الداخل، ومنهم من يحملون الإقامة فقط. يعاني المصريون من حياة ليست بسهلة داخل إسرائيل، وهم يحاولون الاندماج في مجتمع يرفضهم، ولا تفارقهم مشاعر الحنين إلى وطن إن لم يعيشوا فيه فهو حتما يعيش فيهم. مراسلتنا عبير بقاعي زارت إحدى العائلات المصرية في إسرائيل وعادت إلينا بهذا التقرير. في مدينة الناصرة شمال البلاد تعيش النسبة الأكبر من الجالية المصرية. لنتعرف على ظروفهم الحياتية والاجتماعية بشكل أكبر من خلال عائلة شكري الشاذلي وأصدقائهم. شكري الشاذلي مقاول وصاحب مكتبة في مدينة الناصرة، سرعان ما بدت عليه لهفة إيصال صورة متكاملة لما يتعرض له المصريين في إسرائيل من مشاكل سياسية، اجتماعية وحتى نفسية. وليست هذه المشاكل من قبل إسرائيل، بل من أبناء جلدتهم المصريين. من حق إن أنا أتجوز اللي أنا بحبها أو اللي أنا رغبت في الزواج منها. من حق كل إنسان عايش على وجه الأرض يعيش بحرية، لكن طبقا للقوانين الإنسانية. وقت كاتب الكتاب، يعني أنا بالباسبور أمي فاطمة وأبوي محمد، عشان باسبور أزرق هي يهودية. إزاي يعني كيف ممكن تكون يهودية واسمه محمد مثلا؟ يعني سوري باللفظ، مش إنه مسيحي مثلا اسمه جورج ولا جون ولا مايك. أنا عارفة شكري ليس وحيدا، فهناك الكثير من المصريين الذين يعيشون في إسرائيل ويعانون من نفس القضايا. واحدة منها فتوى أصدرها الأزهر يحرم فيها زواج المصري من إسرائيلية بغض النظر عن قوميتها. زد على ذلك محاولات من مجلس الشعب المصري منعهم من العودة إلى مصر في حال زواجهم من إسرائيلية. النقطة دي يعني إيه؟ خلت ناس عن جهل تعطي فتاوي، وفتاوي خطأ، وبتظهر صورتنا في مصر بصورة غير مشرفة. خلت ناس ترفع قواضي بصاحب الجنسية أو نائب في مجلس الشعب يقدم استجواب لسحب الجنسية عن المصريين المقيمين في إسرائيل. قضاياهم لم تتوقف هنا، فهم يقعون تحت تهديد مصري بعدم العودة إلى عائلاتهم في إسرائيل في حال زيارتهم لمصر، كما حصل مع رفيق كمال عزيز الذي احتجز لأكثر من 8 سنوات في مصر، وبعد عودته إلى الناصرة قرر عدم زيارة بلده الأم خوفا من احتجازه مرة أخرى. قعدت في مصر حوالي 8 سنين، وخلال 8 سنين أنا ما عرفتش أنا قعدت ليه، إيه كان سبب منعي، وما أعرفش. المفروض إن في حاجة اسمها قانون، لو أنا عامل غلط وأنت ماسك عليا أدلة المفروض تقدم لي المحاكمة، إنما ما تربطنيش وتحجم تصرفاتي. يعني كأني بالضبط كنت مسجون بس في سجن كبير شوية. وهذا راجي جورج تحدث عن قضية أخرى، فهو يقول بأنه منبوذ من المجتمع المصري ويحظى بمعاملة احتقار وتخوين من إخوانه المصريين. هو اللي في مصر بيتعاملوا معانا عشان كل السياسات الغلط اللي بتعملها دولة إسرائيل بينتقموا فينا، واتهمنا اتهام الخيانة العظمى ان احنا اتجوزنا وجينا عشنا هنا غلط. تقريبا اتهمنا بالخيانه العظمى، يعني احنا خنا بلدنا خيانه عظمى لمجرد ان احنا جينا واتجوزنا وعشنا هنا غلط وبنشرف بلدنا. مع احترامي، لما يجي واحد يهودي ويعملني بقى مصريه، ما اقدرش اقول له انت بتعملني كده ليه؟ ما اقدرش اقول لحد منهم انت بتعملني كده ليه؟ ما انا ولاد بلدي يعملوني بقى مصريه، اخواتي اللي من دمي ولحمي يعملوني بقى مصريه، يبقى الغريب ما اقدرش الومه لما يعملني بقى مصريه. خفة الظل المصرية لم تغب عن هذا اللقاء، فهم تصرفوا كما عهدناهم في الأفلام المصرية والمسرحيات، مرحون لا تغيب الابتسامة عن وجوههم حتى في الأوقات العصيبة والقاسية التي يمرون بها. من مدينة الناصرة عبير بقاعي، الحرة اليوم.
قضية هامة ومؤثرة بالفعل، يعني أصعب ما على الإنسان أنه يشعر بأنه غير مرغوب فيه بين إخوته وأحبائه. ربما يلزمنا المزيد من الوعي حتى نستطيع تفهم دوافع وخلفيات قرارات الآخرين وإن كانت لا تتلائم مع ما نؤمن به. على كل الأحوال مشاهدينا، للحديث عن هذا الموضوع معنا شكري الشاذلي من في استوديوهاتنا في الناصرة، وهو ممثل الجالية المصرية في إسرائيل. سيد شكري، أهلا بك. أهلا بك. سيد شكري، كيف تصف لنا حياة المصريين في إسرائيل؟ والله طبعا في كل مجتمع في شرايح، ففي شريحة مندمجة وفي 80-90% من الشرايح غير مندمجة، يعني ما زلنا محافظين مع بعض في اتصالاتنا مع العائلات مع أصحابنا المصريين، عاملين العيلة بتاعتنا يعني لوحدينا، طبعا مع الاشتراك مع الآخرين، لكن 100% احنا عائلتنا هم المصريين متزوجين من عرب إسرائيل أو عرب 48. نعم. وكيف تصف لنا يعني الصعوبات يعني التي تحدثتم عنها في التقرير يعني، ولكن كيف تصف لنا في اليوم يعني العادي مثلا، أي صعوبات تواجهها يعني مع المجتمع الإسرائيلي ومع المصري أيضا؟ هو مع المجتمع الإسرائيلي شيء عادي، لأن جنسيات كثيرة مختلفة وموجودة في المجتمع الإسرائيلي، لكن هي المشكلة مع المجتمع المصري. المجتمع المصري بيحكم على الشيء بشيء من العاطفة وبالنواحي الإعلامية، بيعتمد على النواحي الإعلامية والعاطفة بس والكراهية لكلمة إسرائيل. ما يعرفش أن داخل إسرائيل عدة ملايين من العرب وفيهم كم عدة ألاف من المصريين، فهي دي المشكلة. لكن الحمد لله بنتعامل مع كل الاتجاهات وكل المواقف، وطبعا وبنحاول نصلح، بدليل ان انا طالع دلوقتي ولينا حوالي 6-7 سنين بنحاول نصلح الفكر نفسه اللي هو او الجهل بوجود عرب او فلسطينيين 48 داخل الخط الاخضر اللي احنا متجوزين منهم، سواء مسلمات او مسيحيات او حتى في بعض متجوز من يهوديه. نعم، بالفعل يعني تحديدا بالنسبه لقضيه الفلسطينيين، يعني تحدث زميلك راجي في التقرير بان هنالك يعني قضيه التخوين، الخيانه العظمى هكذا سماها، يعني والسؤال هون انه هل هي جريمه بالفعل انه مصري يتزوج فلسطينيه لانها تحمل جواز السفر الاسرائيلي؟ والله هو دي مشكلة الآخر مش مشكلتي، بس برضو أنا ما بلاقي أن في مشكلة في الإنسان الاقتصادي، أنا بحاول أصلح له المعلومة وأحاول أوصل له أنت غلطان، أنت جاهل، أنت مش عارف حاجة. وللأسف للأسف بعد الهوى بيعتذرنا، يعني هو بس استغلال هذه القضية للنواحي الإعلامية، وبعد كده في جزء منهم بيعترف وفي جزء الله 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 ده في والله مصريين في إسرائيل، الله الله ده في فلسطينيين في إسرائيل أو داخل إسرائيل أو بيحملوا الجنسية الإسرائيلية. يعني هي مشكلة جهل كلها مش وعدم معرفة، فهي مش مشكلة إن هو جاهل، دي قضية، لكن بحاول أوضح له يعني. طب الكثير من المصريين يشاهدون الآن، ماذا تقول لهم؟ أقول لهم افتحوا الكتاب، اعرفوا وتعلموا، لو أنت واخد إسرائيل عدو ليك اتعلم من عدوك، لو أنت واخده صديق برضو خد الأشياء الإيجابية من عدوك أو من صديقك، يعني خد دايما الإيجابيات ودور على المعرفة، وياريت ترتقي بالأفق الفكري بتاعك اللي هو السبب في النجاح أو في الفشل في أي شيء. نعم. طب شكري، بدي أسألك هيك سؤال شوي ممكن يكون صريح يعني، وبتمنى أنه تجاوبني بكل صدق، يعني بساعات مرات لما بتشعر بهاي ربما الوحدة يعني والحنين إلى الوطن، هل بتشعر أنك أنت ندمان أنك أنت تركت بلدك وإجيت على بلد، وعلى مش أي بلد، إجيت على إسرائيل؟ هقول لك ساعات 1%، وما كون قاعدين وبنهرج مع بعضينا وبنضحك بنقول هو إيه اللي كان جابنا، لكن انا اقول لك ان الانسان المصري ما فيش اعظم منه، وانسان عنده مسؤوليه تجاه اسرته واولاده، فولا مره بيندم على فعل عمله. لكن اهم حاجه دايما بيكون بنحس ان العيب عندنا، احنا لازم نصلح معرفه الاخرين، لكن الحمد لله ما بنندمش، واحنا ما عملناش شيء غلط ان احنا متجوزين من فلسطينيات او عربيات او اسرائيليات. في حاجه اسمها الحريه اللي لازم تنتقل لكل المصريين، مش ان هو يربط على فكره معينه، دي حريه، اتجوز وين انا بدي او
في اي مكان انا عايز اتجوز واحده بتجوزها واروح اعيش في المكان اللي يعجبني، جايز هي بس الحريه المصريين مش متعودين عليها. هو ده السبب، وهو ده السبب اللي مخلينا ان احنا متمسكين بالبقاء هنا لاولادنا ولاسرنا. نعم سيد شكري الشاذلي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، ونتمنى ان تكون رسالتك قد وصلت. الله يخليك والف شكرا.